أرضا يا رب تسكن جميع القديسين الذين أرضوك منذ المد. أبائنا القديسين والسلمة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة إله طائرا قديس مريم والقديس يوحنا السابق والمعمدان والشهيد والشهيد القديس ثبانوس أول الشمام بسواء وللشهداء والقديس ماري مرقس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد والمطير القديس سويروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس كيرلس عمود الدين والقديس باسيلوس والقديس غنيوريوس أبانا الصديق العظيم الأمنطونس البار الأنبابونا والثلاثة أما مقراض القديسين وأبانا أنبيوانس وأبانا أنبيبشوي وأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ونوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شوشيهيت والقوي القديس الأنبا موسى وأنبا باخوم وأنبا أبا الشركة وأنبا شنود رئيس المتوحدين وأبانا أنبا نوفر وأبانا أنبا كراس وأبانا أنبا صموئيل المعترف وكل ما صام قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات وطرباد ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس المبارك الذي ضيع علينا.